البنت ضروري ما يمكنش تبين المراه بناصه كبيره على اساس يمكن باش تشوش، يعني المراه خصها ديما تبان صغيره ما يمكنش تعطي لاج ديالها. هذه من طبيعه الحال، واخا تكون كبيره خصها تبان صغيره. علاش؟ هاي ما كاين حتى شي مشكل، 43 سنه. صراحه علاش كيكذبوا في السن ديالهم؟ هي خافوا على العمر ديالهم، ما عرفتش كتبغي شحال من دري انا داير شي ليا، كتكون عندها 20 عام 21 عام كتكذب وهي راه كبر مني، كتبان عندها 30 عام ولا كتبغي، واش فهمتي؟ الدريات راه ماشي كيكذبوا غير في السن، راه كيكذبوا شحال من حاجه. راه قال لك شنو هو الوسواس اللي كاين في الدنيا كامل؟ هو المراه هي اللي هي الوسواس ديال الدنيا، فهمتي؟ ونتمنى من الله من هنا قدام الدري ما بقاش كذب على السن ديالها. راه قولي العمر ديالك عادي، راه ما فيها والو لك لقيتي العمر ديالك. اللي كيبغي يقول السن ديالو، كاين اللي ما كيبغيش، كاين اللي كيبغي ديما يبين راسو هو صغير. صافي. انا كنقول عندي 20 عام واخا كاع ما باينه عليا، علاش شي واحد غيخبي السن ديالو؟ عادي. خويا كاينه شي وحده فهمتي غتكون كبيره في العمر، مي وجهها كيبان باقي صغير، وغيتزعط فيها شي واحد شي ولد 17 عام 18 عام. فهمتي؟ وهي ما غترضاش بهذاك السن ديالها، غتكذب عليه بطبيعه الحال، غتكذب عليه حتى يتطور هذاك الشيء الى الحب، ومن ثم الى الزواج. علاش داير الماسك؟ باش ما نتعرفش بطبيعه الحال. حيت لا تلاقيت مع خويا نقدر نتلاقى مع الوالد، نتلاقى مع ولد عمي ولد خالي، ما غيعرفنيش بهذا الماسك. اما انا كنت محيده الماسك ضروري غيعرفون. دابا كل وحده وكيفاش العقليه ديالها، كيفاش كاين اللي ما كترضاش في السن ديالها. سبحان ربي سبحانه وتعالى عطاها واحد الجمال ديالها، ما كتبغيش هي تعرف بالله ديك السن اللي عندها بالنسبه اللي عندها هي، ما كتش بغيهاش، ما فهمتش. بغيت نوصل لك ما كترضاش داكشي اللي عطاها ربي سبحانه وتعالى، فهمتيني؟ كتبغي ديما تكون صغيره، واخا تكون كبيره في اللاج ديما كتبغي ترد راسها صغيره. داكشي اللي بغينا نوصل. واحد الدري تعرفت على شحال هادي، هي اكبر مني فهمتيني، ولكن في الاخر من حسيت اللاج ديالها لقيتها صغيره، ولكن هي قالت لي انا هذا العمر اللي عندك كبير فهمتيني، بغات تكون زعما قدي، ما تكون زعما تقصر مني بزاف في اللاج. هذاك الشيء اللي بغينا نوصل. تقدر الدريه تكون مزعطه في شي شاب كبار منا، فهمتي؟ تقدر تكون مزعطه في شي دري كبار منا وتكون اللاج ديالها كبير، فهمتي؟ فهمتي تقدر هي تكون كتبان صغيره وتقول راسها كبيره باش تجي صحيح. ما كيبغيوش يقولوا السن الحقيقي ديالهم، لحقاش من الادب ما خصش تسول شي واحد على السن ديالو وشنو كيخدم وشنو الديانه ديالو، ما خصش تسولوا اصلا الانسان حيت من الاحترام. ما كيبغيوش يقولوا السن ديالهم، بحال كان تلاقيش مع دري كبر مني غادي يكذب عليه في السن بصراحه. كيبغيو ينوراسهم باللي راه ماشي مينورات، فهمتي؟ هادشي اللي كيبغيو يوصلوا. صافي انا كنوري لاكارت، ما كيتشيقنيش كنوري لاكارت. الدريات ما كيبغوش يعترفوا بالحقيقه، كيخافوا فهمتيني، كيخافوا يواجهوا الحقيقه. وماشي غير الدريات، كاينين الدريات ودراري، يعني جميع الاجناس فهمتيني، مني وجبد شي حاجه كنتشيق، يعني كذوب واخا كذوب كنتشيقها. علاش؟ ما كنبغيش نواجه راسي لديك الحقيقه فهمتيني اخويا. هذا هو اللي زيرطا اللي غنعطيك انايا كاني دارس، يعني دارس علم النفس لابس يا خويا، قريت هذا السيميشو. كتعرف بنادم علاش ما كيتقبلش الحقيقه، وعلاش بنادم ما كيتقبلش الحقيقه وعده الحوايج، يعني كتكون عنده واحد الانفصام في الشخصيه ديالو في الذات ديالو فهمتيني، ما كيكونش واحد التجانس ما بين المادي ولا مادي، المادي ولا مادي اي معنى الجسد والروح فهمتيني. يعني هذه وكاينه واحد الحاجه اللي غنصحهم بها، يعني كا عندي في هذا الدومين هذا وكنعرف شنو هو كاين. حاولوا تراودوا ذاتكم، ديروا بروغرام حياتكم وواجهوا الحقيقه كيف ما انتم. بنادم لا بغاك غادي يبغي كيف ما انت ولا كيف ما انت. كاينين بزاف الاسباب، ماشي ما كاينش سبب واحد مثلا، حيت المهم كيقولوا دوك العلماء النفس وداك الشيء كيقول لك بالله ماشي اصلا ماشي الانسان من حقه يسول على السن ديالك. والبنات اش بغيت تبان كبيره؟ هذه راه باينه كتبغي تبان كبيره وصافي عادي.